مسؤولو نادي الزمالك اتكلموا ان روي فيتوريا كان ليه مساعده كبيره جدا مع النادي فيما يخص الحكايه بتاعه سبورتنج لشبونه والغرامه. ايه دور اللاعب روي فيتوريا عشان الناس برضو تفهم؟ والله اتكلمت في الموضوع دوت لان يعني طلع كلام كتير، وان هو في ان الراجل يعني ما كانش ليه اي تدخل خالص في الموضوع، ما هو الا يعني ان هو اتسال من سبورتنج، فهو جاوب ان دي اداره جديده، لكن هو ما تدخلش من قريب ولا من بعيد في الموضوع، ولا حتى يعني ولا حتى بادر ان هو يتواصل زي ما حد قال وان هو ساعد في الموضوع. الكلام ده مش صحيح بالمرة خالص، مفيش كلام من ده خالص خالص. طيب من ناحيه تانية، بما اننا دخلنا في نادي الزمالك وكلمنا عن نادي الزمالك، جوزيه جوميز اسم كبير في المنطقه العربيه، قول لي كان في مفاوضات سهله وميسره مع نادي الزمالك لوصول هذا المدرب الرائع جدا لنادي الزمالك، وقول لي توقعاتك ليه ايه مع نادي الزمالك الفتره اللي جايه. المفاوضات بصراحه والله كانت ماشيه بشكل سلس جدا، يعني ما استغربتش اكثر من 5 ايام يعني من خلال نادي الزمالك، من مختلف كابتن حسين لبيب وكابتن حسين السيد واستاذ عمرو ادهم. مجرد ان عرض الامور على مستر مانويل مستر جوزيه جوميز، الامور ما استغربتش، ابدا اهتمامه ابدا استعداده طبعا لمعرفته باسم نادي الزمالك في المنطقه العربيه وفي افريقيا. الامور سلسه جدا، ونتمنى له ان شاء الله، يعني هو عنده خبرات في المنطقه العربيه، خبرات كبيره، حقق نجاحات مع التعاون طبعا احترامنا لنادي التعاون، لكن مقارنه بالانديه الكبيره في السعوديه لما هو من اول مدرب صعد بيهم لدوري ابطال اسيا. فنتمنى ليه ان شاء الله كريم. هو قال لك انطباعاته ايه عن نادي الزمالك لما شاف بشكل مبدئي وشاف ظروف نادي الزمالك الفتره اللي فاتت وشاف اللاعبين في نادي الزمالك، قال لك ايه عن نادي الزمالك؟ طبعا انت هو طبعا على يعني يعتبر اول مدرب هو اشتغل معاه كمساعد كان جوزوالدو فيريرا، فطبعا هو كان بيسمع اكيد منه، فلما جه وشاف ان دي اداره مختلفه طبيعي هو لسه مش وقت كبير، ولكن انت هو حاسس بال يعني حتى لما شاف المجهود اللي عمله المجلس دوت في موضوع فك القيد واللعيبه، فهو شايف ان في يعني حاسس بنوع من الطاقه الايجابيه اللي هو يتمنى ان هي تنعكس على الفريق وتساعده ان هو يحقق حاجه الفتره الجايه. عظيم. كريم ابو سليمان وكيل روي فيتوريا وايضا جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الهامه جدا جدا.